التتويج ما هو الا تكريس العمل ديال الجنود الخفاء ديال المتطوعين ديال المجتمع المدني باش يساهموا في التنميه وفي السياسات العموميه المغربيه. والاهداف اللي عندنا هو اولا تقويه قدرات المجتمع المدني، ثانيا المرافعه في ما يخص الملفات الكبرى اللي كتخص المجتمع المدني، واخيرا العمل في الميدان الاجتماعي وبالخصوص الصحي. والملف اللي قدمناه كيهم مرض السل، وهذا المرض الفتاك اللي ظاهره خطيره في المغرب، واللي احنا مقاربه جماعتيه اللي مختلفه ولا اللي مكمله المقاربه الصحيه كتعمل باش تنقذ كثير من المواطنين والمواطنات باش من هذا المرض الضال. وشكرا. مصطفى بن داوود، رئيس جمعيه عائشه التنميه عن قرب والاهتمام بالبيئه. هذه الجمعية التي تأسست 2005 ورسالتها هي غرس ثقافة غرس الأشجار. مبادرتنا التي فزنا بها لهذه الجائزة للنسخة الثانية هي التطوع الدولي وغرس ثقافة غرس الأشجار، بحيث توافد علينا العديد من المتطوعين في فرنسا وألمانيا وكذلك من المتدربين ليغرسوا أشجارا، وأيضا نوزع الأشجار على الآن وصلنا إلى 8 جماعات في قلميم وسيدي إفني وأساسا. وطموحنا إن شاء الله من ابتداء 2020 هو 20,000 شجرة توزع سنويا، بحيث قمنا بخلق مسنبت عائشة لغرس ثقافة غرس الأشجار. أيضا حصلنا على ما نسميه شهادة الهيئة الأوروبية للتطوع هذه السنة، اعترافا لهم في مجهوداتنا في احتضان وتأطير المتطوعين والمتدربين من أوروبا، والذي وصل عددهم أرقام كبيرة جدا، خاصة المتطوعين بدون عقد والذين يتوافدون كل سنة على شكل مجموعات، أطفال مدارس، شباب، نساء، أسر، يقضون عندنا 7 أيام إلى 8 أيام، يسكنون في القرية ويقومون بغرس الأشجار وترميمها وتقليمها، ويتعلمون أشياء كثيرة في تقنيات المستنبت وفي تقنيات غرس الأشجار المثمرة. عدد الأشجار التي قمنا بتوزيعها وغرسها يتجاوز 30,000 شجرة، منها 9,000 شجرة رمان الآن في السنة الثانية، ثم مقبلين على غرس 40,000 شجرة أرغان مع الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحاتية والأرغان. ثم أيضا شجعنا الساكنة على غرس الصبار، بحيث بفضل مجهوداتنا والتحسيس الذي قمنا به وصل عدد المساحات التي غرست بالصبار 1400 هكتار، أي مليون تقريبا ونصف شجرة في مناطق كانت شبه قاحلة. وهذه الجائزة نشكر الوزارة التي قامت بتقديمها، ستكون محفز لنا للاستمرارية وإعطائنا دفعة جديدة متجددة. وحتى شعار الجمعية هو الشمس والأرض الخضراء، أي أن الجمعية هي عبارة عن طاقات متجددة، وهذا ما نقوم به وما نهيئ له، بحيث نهتم بتربية الأطفال وتعليمهم خاصة التواصل باللغة الفرنسية والرياضيات، وأيضا ندرس أقسام الدولية اللغة الفرنسية والرياضيات والمواد العلمية. وشكرا. هذه محطة ثانية يتكرس معها هذا التقليد السنوي للاحتفال والاعتراف بالمبادرات ديال المجتمع المدني، مبادرات متميزة والنوعية. الحمد لله هذا مسار مغربي كيتوفر على رصيد قوي ديال المجتمع المدني كيشتغل في مختلف المجالات. هذه السنة كانت سنة أولا إرساء المسار ديال الديمقراطية التشاركية لجنة العرائض، تلقي حوالي 100 عريضة محليا ووطنيا. أيضا كان عمل مهم على مستوى الترافع المدني عن مغربية الصحراء إطلاق المشروع، أيضا المشروع المتعلق بالتشغيل الجمعوي ودعم القدرات ديال الموارد البشرية والجمعيات ومراجعة المنظومة الضريبية. إن شاء الله السنة القادمة نعرفوا مواصلة هذا المسار. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.